عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه الصحف القومية في مصر. ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها إعادة الهيكلة في الصحف القومية والتمويل وملف الديون. وأكد المشاركون ضرورة إعادة النظر في مديونيات المؤسسات القومية وفتح آفاق جديدة وآليات للتوزيع في المحافظات بشكل أكبر وضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحفية والارتقاء بالصحافة الإلكترونية وتطويرها في الصحف القومية والتوسع في الإصدارات الإلكترونية.